أكيد شاهدتموني في برنامج أحلى مذيع ومذيعة، والآن أنا من أطفال المواهب، فلا يفوتكم البرنامج القادم المواهب. مازن جوهر. أنا وسام صيرة، شاركونا في برنامج المواهب لتكونوا نجوم. بعد نجاحي في أحلى صوت تحقق حلمي وأصبحت نجم من أطفال المواهب، وكما تشاهدوا لي كليبات تعرض على القناة، فشاركوا في البرنامج القادم المواهب. بندر سلام. أنا يارا، شاركت في أحلى مذيع ومذيعة، حصلت على المركز الأول، والآن أصبحت نجمة من أطفال المواهب يارا المساوى. نجحت في أحلى صوت وحققت حلمي، فشاركوا معنا في برنامج المواهب. دارا جوهر. أنا أليف، فزت بالمركز الأول في أحلى صوت طفولي، وكان أكبر حلم لي، والآن أنا نجمة يعرفها الكل، ألين جاري. رغم البعد تجاوزت كل شيء حتى نجحت في أحلى صوت، والآن أنا زهرة في القناة، فشاركوا في برنامج المواهب. التكتاري ما اسمي لهوي. لازم تحيا.